استاذ هند، بروح بحضرك معانا في قرار 24، والنهارده افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وانت بقى عن الافتتاح. اهلا يا حبيبي. طبعا الافتتاح طبعا جميل جدا ومنظم جدا، وانا سعيده قوي قوي طبعا بالدوره دي، دوره مميزه طبعا، دوره النجم الكبير نجم النجوم الاستاذ عادل امام. وطبعا تميز تاني ان رئيس المهرجان يعني النجم الجميل زميلي، ويعني بتشرف ان احنا من جيل واحد، محمد رياض عامل مجهود كبير جدا وبذل يعني طاقه فنيه كبيره، وفعلا بيثبت للناس ان الجيل بتاعنا يستحق وعنده القدره على تحقيق المعجزات زي ما بيقولوا يعني. فده شيء جميل. وكمان المكرمين، العشرة المكرمين، يعني انا سعيده ان في ناس من المكرمين السنه دي احنا تعاوننا مع بعض، اذا كان استاذ محمد ابو داود في التمثيل او في الاخراج لما هو كان مخرج لمسرحيه جنون البشر، او الاستاذ صلاح عبد الله، او استاذ محمد محمود، او المجموعه كلها اللي موجوده مكرمه السنه دي، انا سعيده بيهم جدا. يعني خلال الفترات الاخيره تطور كبير قوي في المسرح في مصر، طبعا استاذ محمد رياض جه ختم العام بالمهرجان ده. ده شيء جميل جدا، وبشكر طبعا كل القائمين على المسرح المصري، وبشكر طبعا وزيره الثقافه طبعا دكتوره نيفين، وبشكر طبعا دكتور خالد جلال، ومجموعه كبيره اللي ماسكه المسارح. كمان في نشاط كبير جدا في مسرح الدوله السنه دي، وده اللي احنا كنا منتظرينه، ان مسارح الدوله لا تنور من جديد. فده جميل جدا، لان دي الثقافه الفنيه، والمسرح المصري كمان يعني عارف اللي هو يعني بيبقى في ابداع، وبيبقى يعني تنوير للمواطنين بجميع القضايا اللي موجوده في المجتمع المصري. مؤخرا بيقولوا ان النجوم الكبار ما بقتش تمثل المسرح علشان الكوميشن بتاعه قليل، فشايف والله ومش قوي. لا يعني انت عندك مثلا النجمه داليا البحيري بتعمل مسرحيه سيزيزي انا طبعا، واعتقد ان الاجور مش كبيره، فلما يكون روايه حلوه اعتقد ان محدش هيرفض وهيقول لا، يعني لان اتعرض عليا روايه حلوه اكيد هقول اوكي، مش هقول لا خالص. لو كان في ندره، انما دلوقتي في روايات كتير يعني حلوه بتتقدم، ويمكن في روايات يعني بتتاخد بوجهه نظر تانيه، يعني بالواقع اللي احنا عايشينه، العصر الجديد اللي احنا عايشين فيه يعني في الفتره دي. ده شيء جميل وده شيء مهم جدا، و يعني انا بقول لك كده لان انا كمان عملت اكتر من 30 40 روايه، فانا عارفه ده كويس جدا. يعني ننتظر الجديد وننتظر يعني كل ما هو جديد، ودايما احنا طماعين نقول لك هل من مزيد. كلمه بقى للزعيم في النهارده بما ان الدوره بتاعتك. اقول له يعني يا زعيم، يا نجم النجوم، يا استاذنا، احنا بنتشرف بيك، وانا سعيده جدا ان حضرتك يعني نجم الدوره، والدوره باسم حضرتك السنه دي، نجم الكبير استاذ عادل امام استاذنا، وانا اشتغلت معاه قبل كده في فيلم مسجل خطر، وكان ليا الحظ ان انا يعني انا اشتغلت مشهدين بس على فكره في الفيلم كله، وكنت مصره، وقلت للدكتور سمير سيف انا مصره اشتغل في بدايه حياتي الفنيه مع النجم حتى لو عدي من قدام الكاميرا. فانا ببارك لحضرتك وبقول لك الف الف مبروك، وبقول لرامي ومحمد الف الف مبروك، وبقول يا رب يديك الصحه وتفضل منور الفن المصري والفن العربي طول الحياه. شكرا. عايز اخد راي حضرتك في بدون ذكر اسماء طبعا، الفنانات اللي بتعتزل علشان ما بيجيلهاش شغل كتير، او مثلا علشان المنتجين بيحطوهم في ادوار معينه، تقولي لهم؟ والله هي عايز اقول لك على حاجه، يعني هو ده رزق من عند ربنا طبعا، الرزق ده ما حدش بيتكلم فيه، ولكن لا يعني انت طول ما انت عندك امل، وطول ما انت عندك يعني رؤيه، ولازم يبقى فيه امل. يعني الله يرحمه الاستاذ احمد زكي قال لك يكفيك ان انت يعني ايه، ان انت بتحاول، يكفيك شرف المحاوله، فخليك واستمر، وان شاء الله اكيد اللي كاتبه ربنا هيكون، وان شاء الله هيكون لك دور وشغل كويس ورزق. واصل الفن ده بص خلي بالك رزق، يعني في ناس شاطرين جدا وقاعدين في البيت، وفي ناس يعني، ومش عايزين نتكلم في المواضيع دي، ولكن انا بقول لهم لا ما تستسلموش، مش عايزاكم تستسلموا. انا اهو رجعت الفن بعد غياب 10 سنين وبقالي سنتين، واتعرض عليا حاجات كتير ما بتعجبنيش، او ما تنفعش ان انا اقدمها لجمهوري المحترم حبيبي، فانا منتظره ومش هستسلم، وانا ما بعرفش الفشل. ان شاء الله ان شاء الله اكيد انا وزمايلي اكيد ربنا هيعوض علينا بشغل كويس وادوار كويسه، نحقق ذاتنا زي ما انا بقول دلوقتي،
جيلنا يستحق، والدليل ان النجم محمد رياض احنا ننتمي لجيل واحد. شوف عامل المهرجان ازاي والريد كاربت ازاي والاختيارات ازاي، شوف الـ 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 المجهود الجبار اللي عمله عشان المهرجان يطلع في ابهى صورته يعني. فان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. حسب عن جديد اعمالك الفتره الجايه؟ هو ان شاء الله في دكتور عمرو دواره مكلمني على مسرحيه، ان شاء الله نعملها على مسرح الحديث باذن الله، واستاذ محمود الكليني تاليف اسمها بلد و يعني مش عايزين، هي اسمها بلد وعايزه يعني مش عايزه اقول الاسم قوي عشان المفروض ان انا ما اقولش الاسم كتير يعني، لغايه ما ايه نبتدي نتعاقد ونبتدي نعمل بروفات.